السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من كلام مباشر. سنتحدث اليوم عن العملية التعليمية في المغرب والتعليم العالي بشكل خاص، وعن التعاون أيضا والعلاقات التركية المغربية في مجال التعليم. للتعليق على هذه المحاور معنا في الاستوديو السيدة سمية بن خلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. أهلا بك سيدة الوزيرة. سيدة سمية، أولا نريد أن نفهم عن العملية التعليمية بشكل عام في المغرب، أين وصلت ونسب التعليم وما حققتموه في الآونة الأخيرة؟ شكرا أمال، وتحية لجميع المشاهدين من خلال قناتكم، وشكرا لإتاحة الفرصة من أجل التحدث على التعليم ولا سيما التعليم العالي بالمغرب والمجهودات المقدمة في هذا الشأن. طبعا بالنسبة للتعليم العالي عندنا بالمغرب الآن نطمح طبعا دائما إلى الأكثر، لكن لحد الآن عندنا تقريبا 600,000 طالب، تخصصات جل التخصصات موجودة، التخصصات العلمية الأدبية، كذلك ما يتعلق بالتخصصات التقنية في إطار مدارس المهندسين والمدارس العليا. اتجهنا في الآونة الأخيرة من خلال البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى هدف كبير تحت عنوان ريادة الجامعة المغربية في مجال التكوين والإشعاع والبحث العلمي. وزارتنا وضعت خطة عمل بالنسبة لسنوات 2012-2016 من مجموعة من المحاور التي تروم الرفع من جودة التعليم العالي. فنستهدف طبعا أن نحقق تعليم عالي ذا جودة عالية بمناهج وبرامج متطورة ومسايرة للتطورات الموجودة في العالم. وطبعا هذا يتطلب كذلك أن تكون هناك إصلاحات أو هناك انتباه لمكونات هذه المنظومة. حينما نتحدث عن التعليم العالي نتحدث عن الطلبة، نتحدث عن الأساتذة، ونتحدث عن المناهج وعن المنظومة. فبالتالي عملنا مجموعة مجهودات فيما يتعلق بتحسين الظروف الاجتماعية للطلبة حتى يستطيعون أن يسيروا التعليم، لأننا كانت عندنا نسب هدر مرتفعة حتى على مستوى التعليم العالي، بحيث تقريبا ثلث الطلبة الذين يرجون الجامعة الثلث لا يواكبوا في السنة الثانية، تقريبا الثلث يعني يغادروا الجامعة، وفي الكثير من الأحيان يكون الأمر راجع إلى ظروفهم الاجتماعية. لذلك اتجهنا إلى الرفع. هذا عدد كبير، يعني الثلث يغادرون من السنة الثانية، ما السبب برأيك الحقيقي؟ تقريبا الآن نحن حاولنا الآن نشتغل على دراسة تقييمية لهذا الموضوع، لكن الإرهاصات الأولية أظهرت سببين، السبب المتعلق باللغة والسبب المتعلق بالظروف الاجتماعية. بالنسبة للغة لحد الآن في المغرب عندنا تدريس المواد العلمية في المستوى الابتدائي والثانوي يكون باللغة العربية، لكن في المستوى العالي يكون باللغة الفرنسية. فبالتالي هذا الإشكال يعني يطرح إشكالا بالنسبة للعديد من الطلبة الذين لا يستطيعون مواكبة الدراسة باللغة الفرنسية. لذلك اتجهنا هذه السنة إلى أن نكثف في الأسدس الأول أو من الدراسة نخصصه للتكثيف اللغات، لا سيما اللغة طبعا الفرنسية، مع كذلك تدريجيا إدخال كذلك اللغة الإنجليزية لمنظومة التعليم العالي، على اعتبار أن الآن اللغة الإنجليزية هي اللغة يعني المعتمدة أو الأكثر أهمية بالنسبة للتعليم العالي ولا سيما بالنسبة للبحث العلمي. فكان اتجاه في أفق تغيير يعني هذه ما يتعلق بالإشكالية اللغوية. الإشكالية الثانية والمتعلقة بالظروف الاجتماعية للطلبة، فاتجهنا نحو الرفع من قيمة المنح والرفع من عدد المنح، بحيث ما كنا خصصنا يعني في سنة 2010 الميزانية المخصصة كانت هي 650 مليون درهم بالدرهم المغربي، وانتقلنا إلى مليار و600، كانت 700 مليون وانتقلنا إلى مليار و650، بمعنى إضافات بنسبة 131%. فحاولنا أن من ناحية العدد ومن ناحية القيمة. كذلك انتبهنا إلى ما يتعلق بظروف الطلبة فيما يتعلق بالأحياء الجامعية وظروف الإيواء والتغذية وما إلى ذلك، فحاولنا أن نتجه إلى يعني الانتباه لهذه الظروف الاجتماعية للطلبة. كذلك بالنسبة فيما يتعلق بالأساتذة الجامعيين، كان عندنا إشكالات أساسية متعلقة بضعف الضعف من حيث العدد، ضعف التأطير أو نسب التأطير. فاستطعنا أن هذه من خلال هذه السنتين
يعني مثلا في سنة 2010 كانت عندنا عدد المناصب المالية الممنوحة لوزارة التعليم العالي لا تتعدى 300 منصب، وهذه 300 منصب تكون فيها الأساتذة، يكون فيها الإداريون والأساتذة. الآن استطعنا هذه السنة أن ننتقل إلى 1000 منصب للأساتذة التعليم، بالإضافة إلى أننا طورنا النظام الأساسي للأساتذة في التعليم العالي بحيث سهولة الترقية وربط هذه الترقية بالإنتاج العلمي وبنسب التأطير وبعدد الأطروحات التي يؤطرونها وبعدد المنشورات العلمية التي ينشرونها في المجلات العلمية المحكمة. عذرا على المقاطعة سيادة الوزيرة، لكن ما المقصود بالتأطير؟ التأطير هو يعني عدد الأساتذة، تأطير عدد الأساتذة بالنسبة لعدد الطلبة. فلحد الآن كان عندنا مثلا تقريبا أستاذ لكل 100 طالب مثلا، أو أستاذ ل200 طالب أو شيء من هذا القبيل، هذا يعطيك نسبة التأطير. فكان عندنا نسبة أستاذ ل200 طالب، ونريد أن نمر إلى أستاذ ل100 طالب. طبعا هذا يختلف بالنسبة لما نسميه بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، اللي هي الكليات ككلية الآداب وما إلى ذلك، والمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود كالمعاهد العليا، كلية الطب، كلية الهندسة. هذه تتطلب نسبا بمثلا نسبة أستاذ ل40 طالب، فنتجه نحو تحقيق هذه النسب. طيب بالنسبة لي، أنت قلت بأن هناك مشكلة في المغرب، ألا وهي مشكلة التعليم التي تجعل يعني الامتناع عن الدراسة في التعليم العالي بنسبة الثلث، وهي نسبة ليس بقليلة. لماذا لا يتم تعريب المناهج في المغرب أسوة في سوريا على سبيل المثال؟ حتى في التعليم العالي والجامعي في سوريا المنهج معرب بشكل كامل، حتى في الطب. هو الآن هي هذا الموضوع بصفة عامة، هو الآن موضوع نقاش في إطارين. الإطار الأول هو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي تم تأسيسه مؤخرا. الدستور المغربي ينص على إحداث مجلس للدستور 2011، الدستور المغربي الجديد، الدستور 2011 ينص على إحداث مجلس للتربية والتكوين والبحث العلمي. الحكومة اشتغلت على القانون المنظم لهذا المجلس وأخرجته إلى حيز الوجود، والآن تم تعيين أعضاء هذا المجلس من طرف جلالة الملك محمد السادس ملك البلاد. الآن المجلس هو حاليا هو يضم خبراء في مجال التعليم العالي، بالإضافة إلى طبعا الوزراء المشرفين على القطاع من بداية من التربية. عندنا في المغرب وزير التربية الوطنية، عندنا قطاع للتربية الوطنية وقطاع للتعليم العالي وقطاع للتكوين المهني. فكل هؤلاء الوزراء المشرفين على هذه القطاعات هم أعضاء في هذا المجلس، بالإضافة إلى الخبراء المتخصصون، وبالإضافة إلى تمثيلية تشمل كل فاعلين في هذه المنظومة. الآن هذا المجلس هو منكب على تقييم هذه العشرية الأخيرة من التعليم العالي، بغية التوصل إلى في إطار يعني وضع استراتيجية للتعليم العالي في أفق 2030، وهي استراتيجية متكاملة التي سيتم الأخذ فيها بعين الاعتبار الإشكالات المتعددة. لكن طبعا لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي في انتظار هذه الاستراتيجية، لذلك الآن الحكومة المغربية ومن خلال وزارة التعليم العالي تقوم بمجهودات إصلاحية كبيرة جدا في مجال التعليم العالي، ذكرت البعض منها المتعلق بالانكباب على الإشكالات المتعلقة بالوضعية الاجتماعية للطلبة، ما يتعلق كذلك بالوضعية الاجتماعية للأساتذة وبترقيتهم وبتيسير يعني مجال عملهم، ثم ما يتعلق بالمنظومة وبحكامة المنظومة. الآن أخرجنا إلى الوجود وكالة متخصصة سميناها الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة البحث العلمي، التعليم العالي والبحث العلمي. فهي وكالة ستكون متخصصة في التقييم وضمان جودة المنظومة، من خلال أنها ستكون متخصصة في تقييم المنظومة، تقييم الأساتذة، تقييم البحث العلمي وضمان جودة هذا التعليم المقدم، وستكون هي المسؤولة على إعطاء الاعتمادات للمؤسسات التعليمية، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات التعليمية التابعة للقطاع العام أو المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، الآن قمنا بمراجعة شاملة للقانون الإطار للتعليم العالي، والمعروف عندنا بالمغرب بالقانون 0100، لأنه كان قد صدق عليه البرلمان سنة 2000، من واحد سنة 2000، لذلك يسمى 0100.
يعني منذ تقريبا 14 سنة، وهو القانون الذي يؤطر المجال التعليمي بصفة عامة. اليوم استطعنا أن الحكومة أعدت، وزارتي أعدت مشروع تغيير شامل وتحيين كبير لهذا القانون، والآن هذه المسودة الأولى لهذا التغيير الشامل. إيمانا منا بضرورة إشراك مختلف الفاعلين، وضعناها على بوابة الموقع الإلكتروني للوزارة من أجل تلقي آراء جميع المتخصصين وجميع الفاعلين في المجال، بالإضافة أننا طرحناها إلى هذا المجلس الذي تحدثت لك عنه، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل إبداء رأيه في هذا المشروع الذي قدمناه. فبالتالي نحن نشتغل على واجهات متعددة، نشتغل على الواجهة القانونية من خلال تعديل القوانين التي يجب أن تعدل، وكذلك إصدار المراسم التنظيمية التي يجب أن تصدر. نشتغل على تغيير المنظومة من ناحية الحكامة، من ناحية المناهج، من ناحية البرامج كذلك، ونشتغل كذلك على المكونات التي يعني هي يعني المستهدفة من خلال هذه المنظومة، وهي الطالب أو الفاعلة في هذه المنظومة والتي هي الأستاذ. فبالتالي حاولنا أن نشتغل على هذه الواجهات مع بعضها الثلاث. سيدة الوزيرة، المغرب تصرف كم ليس بقليل من ميزانيتها على التعليم، حوالي تقريبا الثلث أقل بقليل، لكن ما الذي يجعل على الرغم من ذلك بأن نسبة التعليم لا زالت ليست عالية في المغرب، ونسبة الأمية أيضا ليست منخفضة؟ يعني ما السبب هذا التباين؟ يصرف على التعليم بشكل جيد لكن النتائج ليست بحجم ما يصرف على التعليم. هو بالنسبة للميزانية، طبعا نحن كما قلت لك لدينا وزارتين، وزارة التعليم العالي ووزارة التربية الوطنية. بالنسبة لوزارة التعليم العالي ليست الثلث، تقريبا يعني تقريبا العشر، يعني تقريبا 10% لا نصل 10% من الميزانية العامة. لكن النسب المحو النسب الأمية كانت عندنا إشكالات حقيقية بالنسبة لارتفاع الأمية، ولا سيما في وسط النساء في العالم القروي والفتيات خصوصا. وصراحة الحكومة قامت بمجهودات كبيرة في هذا الإطار، الدولة المغربية قامت بمجهودات كبيرة في هذا الإطار، ومن ضمن ما قمنا به هو برنامج تيسير في إطار خصصنا صندوقا خاصا بالتماسك الاجتماعي اسمه صندوق التماسك الاجتماعي. يشتغل هذا الصندوق على ثلاث محاور، محور التنمية القروية، ومحور برنامج تيسير، وبرنامج راميد الذي له علاقة بالتغطية الصحية. إذن برنامج تيسير يستهدف تعليم الفتيات في العالم القروي، بحيث يتم إعطاء منح للأمهات من أجل أن تبقى الفتيات في المدرسة. النسب الأمية كانت عندنا مرتفعة في وسط النساء خاصة وفي العالم القروي على وجه التحديد. أما بالنسبة للحواضر عموما، هي لازالت لم نزل بعد إلى المستوى الذي نريده، لكن الحمد لله هناك المجهودات أدت إلى تقليص نسب الأمية بشكل ملحوظ. بالنسبة للعالم القروي إلى أي مدى تقلصت؟ هي تقلصت لأنه كان عندنا أكثر من 50% من الأمية، كنا نصل إلى 70% في الوسط القروي. الآن استطعنا أن نصل تقريبا إلى يعني وصلنا إلى تقريبا 30% في العالم القروي تقريبا، بمعنى أنه تقلصت بنسب يعني مهمة. نعم. أيضا معالي الوزيرة، يعني اليوم في عندما نتحدث في العالم العربي عن مسألة محو الأمية، يعني الغرب وصل إلى مرحلة أنه الآن يتحدث عن محو الأمية الإلكترونية. يعني هناك شرخ كبير بين العالم العربي وبقية العالم، إلى ماذا تردين هذا الأمر؟ طبعا هو شرخ تاريخي، وعالمنا العربي على كل حال عانى من مجموعة من الأمور. طبعا أغلب الدول العربية عرفت مراحل من الاستعمار أو من الحماية أو غيرها من الأشكال، ويعني وغير ذلك من الأسباب التي جعلت الكثير من البلدان لم تكن تستفيد صراحة من ثرواتها، بحيث أن هذه الثروات كان يتم الاستفادة من طبقة دون طبقة وغير ذلك، وحتى بعض السياسات التي كانت لا تفي بالغرض المطلوب. لكن على وجه عموما طبعا الآن هناك اتجاه في من أجل تحسين هذه الأوضاع، ولا سيما بالنسبة للهوة الرقمية، هي هوة كبيرة فعلا جدا، وبقدر ما هي هوة بقدر ما هي فرصة صراحة لهذه الدول من أجل مسايرة الركب. لأن إذا استطعنا أن نستثمر في المجال الرقمي
يمكن أن نختصر مجموعة من الأشواط. طبعا نحن بالنسبة لنا في المغرب توجهنا نحو هذا التوجه منذ تقريبا قبل مجيء حكومتنا الحالية، واستمرنا في هذه الحكومة. لم نصل بعد إلى المستوى الذي نطمح إليه، لكن هناك تقدم، بحيث بالنسبة على مستوى القطاع الذي أساهم في الإشراف عليه وهو قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الآن عندنا برنامج نسميه برنامج أسوب، يعني التعليم العالي الإلكتروني، والذي يستهدف أن إمكانية إتاحة فرص التعليم عن بعد، ويستهدف استعمال آليات وتقنيات التواصل الجديدة من طرف مجموعة الطلبة للحصول على ذلك. ونظرا للإمكانيات الاجتماعية القليلة والتي تحدثت لك عنها بالنسبة للطلبة، فقمنا ببرنامج اسمه برنامج إنجاز، والذي يهدف إلى توزيع وتمكين أو تمكين الطلبة من اقتناء بثمن منخفض اقتناء الحواسيب والحاملات لاستعمال التقنيات التواصل الجديدة. كذلك في برنامج نيتيو، والمتعلق بتزويد الجامعات وتزويد الأحياء الجامعية بالإنترنت ذا الصبيب المرتفع بالواي فاي، من أجل تمكين هذه الطلبة من استعمال هذه التقنيات. بالإضافة لأن برنامج أسوب يستهدف وضع مجموعة من البرامج ومجموعة من الدروس ومجموعة على الحوامل الإلكترونية، من أجل تمكين شريحة أكبر من الطلبة من الاستفادة وتفادي بعض الإشكالات المتعلقة لا سيما بالاكتظاظ المعروف في بعض المؤسسات التعليم العالي، لا سيما ذات الاستقطاب المفتوح. فبالتالي هذا الانكباب على هذا المجال الرقمي أكيد أنه سيشكل إن شاء الله فرصة من أجل تخطي هذه الهوة الرقمية. برأيك معالي الوزيرة، إلى أي مدى هناك أهمية من أجل الاهتمام بتعليم الفتيات؟ لأنه كما ذكرتي هناك فرق كبير بين نسب التعليم بين الإناث وبين الذكور. إلى أي مدى نحن اليوم بحاجة في العالم العربي؟ وأعتقد بأن هذه الإحصائية، الفرق في التعليم بين الإناث والذكور، موجودة في جميع العالم العربي تقريبا. إلى أي مدى يجب فعلا أن نهتم بتعليم الإناث بشكل خاص؟ ومن الضروري في صراحة الاهتمام بتعليم الإناث، لأن الأم كما يقول الشاعر أم مدرسة إذا أعدتها أعدت شعبا طيبا للأعراق. فبالتالي كلما كان هناك استثمار في تعليم الإناث، كلما هناك استثمار في تعليم الشعب بصفة عامة. والآن طبعا جميع الدراسات الحديثة أثبتت أن التقدم أي بلد لا يمكن أن يتم بمعزل عن المعرفة. مجتمعات المعرفة، اقتصاديات المعرفة، هي اقتصاديات قوية، وليست الاقتصاديات التي تنبني فقط على أن هناك ثروات مثلا طبيعية أو غير ذلك. هذه الثروات الطبيعية وغيرها من الثروات هي تساعد، لكن الإنسان هو محور التنمية، وكلما استثمرنا في الإنسان معرفة وتعليما وتعليم كفاية ومهارات، كلما كانت النتائج أفضل، ولا سيما بالنسبة للنساء. فبالتالي من الضروري أن تكون هناك مجهودات في هذا الإطار. بالنسبة لبلدي كما قلت لك، كانت هناك مجهودات يعني مهمة في هذا الإطار. صراحة على المستوى القانوني والسياسي، الدستور الأول للمغرب قبل هذه الدساتير التي تم تعديلها، أول دستور حصلنا عليه بعد الاستقلال، نص على المساواة بين النساء والرجال، ونص على حق التعليم بالنسبة للنساء والرجال، والمدارس مفتوحة بالنسبة للفتيات والذكور. لكن الأوضاع الاجتماعية هي التي كانت أحياناً حاجز، وكانت أحيانا الأسر تجد نفسها أمام خيارات، أمام لا تستطيع في نفس الوقت أن تدرس الإبن والبنت فتفضل تدريس مثلا الإبن وما إلى ذلك. فكانت هناك مجهودات صراحة كبيرة في هذا الإطار. الآن الحمد لله تقريبا وصلنا بالنسبة لنسب الإناث ونسب الذكور في مختلف المستويات، هي نسب متقاربة إن لم نقل متساوية. والغريب ولا يعني على الاقل ادري هل هو غريب ام الواقع، الواقع ان حاليا نسب الاناث عندنا في التعليم العالي في التخصصات العلميه الدقيقه، عندنا نسب الاناث الان فاق نسب الذكور. مثلا بالنسبه للمدارس التجاره والتسيير وصلنا الى نسب 60%، بالنسبه كذلك للطب والصيدله وصلنا الى 60%، بالنسبه لبعض مدارس المهندسين مع المدارس التقنيه نسب 50%. فبالتالي مجموعة من التخصصات لدينا الآن الإناث بنسب أعلى. وطبعا وبالنسبة للتفوق، بالنسبة للتفوق هذا ما الذي كنت سأذكره بالضبط. بالنسبة للتفوق، حصول على شهادة البكالوريا في المغرب هذه السنة، بكالوريا 2014، التي حصلت على أحسن رتبة في المغرب هي فتاة، وكذلك على الرتبة الثانية والثالثة. فبالتالي عندنا عموما الآن الإناث أصبحوا صراحة يتفوقون على الذكور.
نحن لا نسعى إلى ذلك، نسعى أن يتفوق الجميع طبعا. كمان كان في مفارقة بالأردن منذ ممكن سنتين، حتى الصحافة علقت على هذا الموضوع، كان 20 الأوائل متفوقين بالأردن في العلمي والأدبي من الإناث اللي كانوا الأوائل. لكن هذا الكلام ما عجب المخرج، لكن بنفس الوقت ليش على أرض الواقع إنه الذكور بياخذوا فرص أكثر في العمل من الإناث، مع أنهم اللي عم بتفوقوا عمليا بالدراسة؟ هي عقليات، وهي كذلك طبعا موضوع يعني ليس في اختصاصي الآن بالضبط، لكن موضوع يهمني بكون أنني مرأة، وبكون كذلك أنني كنت يعني لمدة طويلة نشطة في المجال النسائي قبل أن أكون طبعا مسؤولة حكومية في مجال التعليم العالي. فبصفة عامة هذه إشكالات لها ارتباطات بثقافات، بعقليات، ولها ارتباطات كذلك بسياسات معتمدة. للأسف الشديد في العديد من دولنا العربية هناك غياب سياسات حكومية يعني أسرية مندمجة. لما نجده مثلا في الغرب بعض السياسات البوليتيك فاميليال، دونك بالنسبة للسياسات الأسرية المندمجة، بحيث مثلا ما يتعلق بتوفير بنيات تحتية حاضنة للأطفال، في العديد من الدول العربية لا نجد مثلا هذا المستوى ما قبل المدرسي، نجده فقط في القطاع الخاص وبأثمنة مرتفعة. هذا الشيء يجعل الأسرة في وقت من الأوقات تضطر إلى اختيار من سيبقى في البيت من أجل تربية الأطفال، فبالتالي يكون اختيار وبقاء المرأة، ولذلك لن تجد نفس الفرص، لأن الدولة لم توفر عدد كافي من الحاضنات الأطفال من المدارس الابتدائية وما إلى ذلك. كذلك بعض الإمكانات المتاحة في بعض الدول الغربية كإمكانات العمل عن بعد، وإمكانات متعلقة بالعمل نصف يومي وليس العمل يعني بالوقت الكامل، هذه كلها مجموعة من الأشياء التي تدخل في إطار سياسات أسرية مندمجة، والتي من شأن تفعيلها تمكين المرأة من العمل أكثر، وتمكينها من أن يمكنها أن ترتقي في السلاليم الإدارية وفي السلاليم المسؤولية بصفة عامة. طبعا هناك الآن أكيد أننا نلاحظ أن هناك تطور كبير في العالم العربي، ومنه طبعا بالنسبة للمغرب مثلا، عندنا في المغرب الآن المناصب العليا التي كانت في وقت من الأوقات لا نكاد نجد فيها نساء، الآن يعني أكثر فأكثر لنا عدد من النساء على جميع المستويات، كالوزيرات، السفيرات، ثم في البرلمان كذلك كانت هناك. كم حقيبة وزارية أخذتها المرأة في المغرب؟ ستة حقائب، عندنا نعم. ستة حقائب وزارية للنساء، وبالتالي هذا عدد يعني مهم أعتقد، طبعا نطمح لأكثر لكنه عدد مهم. كذلك على مستوى البرلمان، في البرلمان يعني قبل 2002 كان البرلمان فيه سيدتين فقط، في بالنسبة ل 365 مقعد فقط سيدتان. في سنة 2002 بفضل بعض المجهودات التي قمنا بها على المستوى التشريعي و يعني في مساطر متعلقة بالترشيحات، أضفنا لائحة مكنت من دخول 30 امرأة، بمعنى مررنا إلى نسبة 10%. ثم بعد ذلك في البرلمان الحالي عندنا 67 امرأة، فبالتالي هناك تطور كبير على هذا الجانب. نوعي يعني نوعي كبير نوعي. جداً. كذلك على المستوى الإداري المحض، يعني المسؤوليات الإدارية في الإدارة. نعم. كاتبة عامة كما عندكم يقال وكيلة وزارة أعتقد. نعم. يعني مناصب الكاتبة العامة أو مديرة مركزية أو رئيسة قسم أو ما إلى ذلك، استطعنا أن نمر خلال هذه الثلاث سنوات من نسبة 5% إلى نسبة 16%، فبالتالي هناك تطور كبير على هذا المجال. معالي الوزيرة، أيضا إلى أي مدى هناك أهمية لربط عملية التعليم العالي بفرص العمل المتاحة؟ يعني هل لديكم بالمغرب أيضا هذه النوعية من التخطيط؟ نعم، هذا هي نوعية من الإشكال. نعم. تستلزم تخطيطا. فعلا نعاني في المغرب كما أعتقد العديد من الدول، نعاني من ما نسميه بملائمة التكوينات مع سوق الشغل. لأن في كثير من الأحيان نجد سوق الشغل يحتاج إلى تكوينات معينة قد لا نوفرها نحن في قطاع التعليم العالي، وقد نوفر بعض التكوينات التي في نهاية المطاف تصب في خانة البطالة. عندنا تقريبا نسبة 90%، الحمد لله استطعنا ألا ترتفع نسب البطالة عندنا، لكن لا زالت لم تخفض بالشكل الذي نريد. فالآن فعلا نحن نتوجه نحو ما نسميه بملائمة التكوينات مع سوق الشغل. عندنا في البرنامج الحكومي وضعنا أن يكون هناك مرصد وطني لملائمة التكوينات مع سوق الشغل. الآن التجربة الأولى لهذا المرصد يعني عملناها على شكل مديرية متخصصة في وزارة التشغيل. وزارة التشغيل أحدثت مديرية
مديرية متخصصة بهذا الرصد، برصد ملائمة التكوينات مع سوق الشغل، وتشتغل القطاعات المعنية، لأن ليس فقط التعليم العالي هو المعني، هناك التعليم العالي، هناك التكوين المهني. عندنا التكوين المهني اللي هو يعني القطاع يتعلق بالشهادات الممنوحة بكالوريا زائد 2 أو زائد 3، فهذه القطاعات التعليم العالي، البحث العلمي مع قطاع التشغيل. هناك الآن استراتيجية من أجل فعلا ملائمة هذه التكوينات مع سوق الشغل، بالإضافة أن عندنا في المغرب مؤخرا في شهر مارس 2013 تم الإعلان على الحكومة من خلال وزيرها في التجارة والصناعة، أعلننا على المخطط استراتيجي للتسريع الصناعي، وهذا المخطط يروم إحداث 500,000 منصب شغل في أفق 2020، وهذا عدد كبير جدا، بحيث كنا يعني تقريبا تكون عندنا 75,000 منصب شغل قبل هذا المخطط، الآن نروم يعني 500,000 منصب شغل. فبالتالي إحداث هذه المناصب يتطلب كذلك تكوينا ملائما لهذه المناصب التي ننوي إحداثها، لا سيما الآن المغرب الحمد لله بفضل استقراره على الساحة السياسية، الحمد لله المغرب، ونتمنى كذلك لباقي الدول العربية والدول الإسلامية التي أحوالها غير مستقرة، نتمنى لها الاستقرار إن شاء الله. بالنسبة للمغرب وبفضل السياسة التي انتهجها المغرب، وبفضل كذلك القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، استطعنا أن يكون لنا وضع سياسي مستقر. الحكومة التي جاءت عقب ما سمي بأحداث الربيع العربي وعقب الدستور الجديد للمغرب، هي الآن الحمد لله حكومة منسجمة، حكومة متلائمة، وحكومة استطاعت أن تقوم بالعديد من الإصلاحات في إطار هذا الخيار المتعلق بالتغيير في إطار الاستقرار. فبالتالي هذا الاستقرار جعل أن المغرب اليوم هو قبلة للعديد من الاستثمارات الأجنبية، مجموعة من التخصصات يعني أصبحت تنتعش في المغرب بشكل كبير، كمجال صناعات الطائرات مثلا، الآن عندنا العديد من الكبريات الشركات العالمية التي استقرت في المغرب في مجال صناعات الطائرات، كذلك بالنسبة لصناعة السيارات، مجموعة من التخصصات الآن هي موجودة في المغرب وتحتاج طبعا تكوينات ملائمة لهذه الفرص الموجودة. رفض سوق العمل بأيضا كما قلت تكوينات أو أشخاص مختصين بهذا الموضوع، إلى أي مدى ساعدكم في المغرب هذه عملية الانتقال السلسة، خلينا نسميها، سماها البعض يعني الثورة البيضاء، وكانت أنه في استقرار سياسي ما حدث أحداث عنف كغيرها من الدول العربية، إلى أي مدى ساعدكم أنه فعلا تخططوا بهدوء، وأنه فعلا أنه يتم إصلاحات على أسس متينة، ليس كما حدث في باقي البلدان العربية التي شهدت أعمال عنف؟ وفعلا هذا من الأشياء التي ذكرتها الآن والتي ساعدتنا كثيرا. المغرب عرف سلسلة من التغييرات قبل أحداث الربيع العربي، سلسلة من التغييرات همت الانتقال الديمقراطي، همت ما سمي عندنا بمسلسل الإنصاف والمصالحة، والذي كانت فيه جبر الضرر الجماعي، وكانت فيه مجموعة من الأشياء المتعلقة كذلك بتقدم على مستوى منظومة حقوق الإنسان، خيرات المغرب في هذه المنظومة العالمية، توقيعه والتزامه بالعهد من المعاهدات في هذا الإطار. فبالتالي كانت هناك سلسلة من الإصلاحات على الأقل عشر في العشرية الأخيرة، على الأقل إذن عشر سنوات قبل أحداث الربيع العربي. لما أتت أحداث الربيع العربي تفاعل معها المغرب، وكانت كما أقول دائما كانت هذه الأحداث وهذا التفاعل بمثابة رياح دفعت بالمركب، ولم تكن رياحا عاتية قلبت المركب وقلبت الشراع، وإنما هي رياح دفعت بهذا المركب، فهو كان تغييرا إيجابيا، ونسميه عندنا في المغرب بالتغيير في إطار الاستقرار. أكيد أنه النظام الحكم الموجود عندنا في المغرب، النظام الملكي ساهم طبعا، ويعني عرقت هذا النظام وساهمت طبعا بشكل كبير في هذا الاستقرار. استوعب ضرورة التغيير بالمغرب. نعم، وحتى أن هناك شرعية لهذا النظام، والمغاربة يعني كاملين، كل المغاربة لنا توابت نتفق حولها، منها طبعا الإسلام اللي هو شعار المملكة، الله الوطن الملك. فبالتالي الدين الإسلامي هو دين موحد وواحد وبمذهب واحد، ربما هذه كذلك من الأشياء التي ساعدت المغرب، أننا لنا حتى من ناحية ليست لنا حتى تفرقة مذهبية، فبالتالي عندنا وهذه من التوابت التي ليس حولها خلاف. كذلك النظام الحكم اللي هو نظام الملكي ليس حوله أي خلاف، بالعكس هو
ضامن للاستقرار البلد، والملك يعتبر أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، فهو رئيس الدولة يعني السياسي والروحي إذا صح هذا التعبير. ثم طبعا يعني الثابت الثالث هو الوحدة الترابية التي طبعا لا يختلف حولها المغاربة الذين يؤمنون بالوحدة الترابية للمغرب من شماله إلى أقصى جنوبه في أقاليمه الصحراوية في صحراء المغرب. وبالتالي هذه الثوابت هي كانت ثوابت جامعة، بالإضافة إلى سلسلة من الإصلاحات التي باشرها المغرب قبل هذه الأحداث، ثم كذلك نضج الفاعل السياسي في المغرب بمختلف مكوناته، نضج المعارضة، نضج الأغلبية عموما في ونضج المعارضة عموما، يعني هذه المعارضة الأغلبية أحيانا تكون هي معارضة تصبح أغلبية أو العكس. على كل حال نضج الفاعل السياسي بصفة عامة في المغرب الذي استطاع أن يتفاعل ويستوعب هذه الأحداث ولا يذهب إلى تطرفات إذا صح التعبير، إلى بعض الأشكال المتطرفة المعينة، بحيث تبقى التطرفات منعزلة ولكن الأغلبية الساحقة هي تؤمن بثوابت، وبالتالي يبقى الاختلاف هو اختلاف حول كيفية الإصلاح وكيفية التغيير وليس اختلافا حول المبادئ الكبرى. ست سمية، بالنسبة لموضوع المنح، هل تنوون يعني تركيا دائما تمنح المنح للطلبة العرب من كافة الدول العربية أو من كافة أيضا دول العالم بشكل خاص العالم الإسلامي، لماذا لا تفكرون في المغرب أيضا في القيام بمثل هذا الأمر، خاصة بأن المغرب تتمتع باستقرار سياسي معين تعطي المنح أيضا لتركيا، يعني تبادل في التعليم، تبادل ثقافي، أليس هذا يمكن أيضا أن يدعم العملية التعليمية في المغرب؟ بالنسبة لتركيا طبعا تربطنا بها علاقات قوية، علاقات متينة ممتدة في التاريخ، وهي علاقات ننوي كذلك أن نطورها بشكل كبير باتفاق طبعا بين الحكومتين. الزيارة التي أقوم بها حاليا إلى أنقرة وإلى إسطنبول كذلك وإلى أنقرة على وجه التخصيص يعني بالتحديد، هي زيارة تندرج في هذا الإطار، في إطار تقوية العلاقات التعاون بين البلدين ولا سيما في مجال التعليم العالي. فبعد سلسلة من المحادثات التي كانت بيننا توجت هذه المحادثات بهذه الزيارة التي توجت بتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للتعليم العالي بتركيا اللي يسمى اليوك، والتي من خلال هذه المذكرة اتفقنا على يعني ما يتعلق بتيسير التبادل الطلابي، تبادل الأساتذة كذلك، بل تبادل الجامعات، إمكانية التوأم بين الجامعات وإمكانية فتح فروع لجامعات تركيا بالمغرب وفتح فروع لجامعات مغربية بتركيا، بالإضافة إلى الاتفاق على الاعتراف المتبادل بالشواهد الممنوحة في البلدين. فهي مذكرة يعني جد مهمة، كانت تربطنا مع الشقيقة التركية كإطار قانوني ينظم علاقات التعاون بيننا وبين تركيا في مجال التعليم العالي، كانت تربطنا اتفاقية موقعة سنة 1966، فهي يعني اتفاقية قديمة جداً، وهي كانت اتفاقية التعاون في مجال الثقافي، فكان التعليم العالي وجزء صغير من هذه الاتفاقية. الآن نحن نذهب في إطار اتفاقيات متخصصة، فوقعنا هذه المذكرة الأولى للتفاهم في مجال التعليم العالي، ووقعنا قبلها اتفاقية التعاون في مجال البحث العلمي بين الدولتين، ثم بين المركزين الوطنيين للبحوث توبيتاك في تركيا وسينغستي في المغرب. والآن هذه المذكرة التفاهم التي تهم مجال التعليم العالي. وبالنسبة لتبادل الطلبة بالضبط، كان لدينا لقاء مع ETB وهي المؤسسة المتخصصة في المنح، ومؤسسة يعني تابعة للوزير الأول بتركيا، لمؤسسة الوزير الأول بتركيا، والتقينا بالمسؤولين على هذه المؤسسة ETB وتحدثنا حول موضوع المنح، وتم الاتفاق أن يتم توقيع بروتوكول تعاون خاص بالمنح وبالتبادل الطلابي. الآن عندنا طبعا تبادل طلبة بين المغرب وتركيا، الحصة المتفق عليها بين البلدين هي حصة صغيرة، 25 طالب هي الحصة العادية التي تدخل في إطار التعاون الثنائي، يعني 25 طالب مغربي يأتي لتركيا، 25 طالب تركي يأتي إلى المغرب، هذه منح متبادلة. لكن بالإضافة إلى هذه المنح المتبادلة، هناك المنح التي تفضلت بالحديث عنها، والتي هي منح تمنحها الدولة التركية للأجانب عموما، يعني ذكر لنا المسؤولون عن هذه المؤسسة أن هذه السنة توصلوا ب 82 ألف طلب من العالم، 82 ألف طلب، وعدد المنح هي 4000 منحة،
4000 من 82000 هو عدد كبير جدا، لكن رغم ذلك المغاربة يستطيعون، لأنهم هناك يعني هذه المنح هي عبر الاستحقاقات العلمية بالإضافة إلى بعض الكوتا الممنوحة لكل بلد. فالآن تقريبا هذه السنة من غير 25 اللي هما في إطار الاتفاق كان 23 طالب مغربي آخر بمجموع 48 طالب الآن لدينا استطاعوا أن يحصلوا على منحة هذه السنة، ومجموع الطلبة المغاربة في تركيا الممنوحين هم 141 طالب. عدد هذا نحن نطمح إلى عدد أكبر، ولذلك تم يعني النقاش مع الأتراك، مع أولا مع وزير، مع نظرائنا في الحكومة، مع وزير التربية الوطنية الذي في نفس الوقت له حقيبة التعليم العالي في تركيا. تم يعني المحادثات، أجرينا مباحثات في هذا الشأن، وتم الاتفاق مع المؤسسة المتخصصة أن يكون هناك بروتوكول تعاون خاص بهذا الإطار. بالنسبة للمغرب الآن المنح التي يعني هي منح في إطار التعاون الدولي، عندنا منح متبادلة مع الدول الشقيقة والصديقة في إطار التعاون الدولي. بالإضافة إلى المنح فنحن نسمح للطلبة الأجانب بالتسجيل في جامعاتنا بنسب معينة. السنة الماضية مثلا كان عندنا طلبات صراحة كثيرة من مجموعة من الدول العربية الشقيقة، من اليمن، من البحرين، من مجموعة من الدول التي بالإضافة إلى الحصة المخصصة كانت هناك رغبة واتجاه كبير وتعطش نحو متابعة الدراسة بالمغرب. نعم. وقمنا من مسؤوليتنا الحكومية بتيسير هذه الطلبات، طلبات التسجيل خارج الحصة المعروفة في إطار التبادل والتعاون. معالي الوزيرة، في الدقيقة الأخيرة من البرنامج، اليوم شهدنا إصلاح سياسي في المغرب، واليوم نشهد عملية ديمقراطية وانتقال الحكومات، اليوم هناك حكومة ذات خلفية إسلامية، لا نعرف غدا من ممكن أن يتسلم الحكومة في المغرب. هذا التغير في الحكومات حسب الأحزاب والإيديولوجيات يمكن أن يتم بناء عليه تغير أيضا في العملية التعليمية، وأقصد المناهج هنا. اولا طبعا هاد مساله الحكومه الاسلاميه هذا فقط نعت، لكن نحن نعتبر المغرب كما قلت لك هو كله بلد مسلم، وكل احزاب هي احزاب لا تنهل من نفس المرجعيه وهي المرجعيه الاسلاميه. الحكومه الحاليه الموجوده في المغرب هي حكومه ائتلاف، حكومه ائتلاف يعني هناك اغلبيه حكوميه مشكله من اربعه احزاب، من ضمن هذه عندك طبعا حزب الذي يسمى بالحزب الإسلامي وحزب العدالة والتنمية، ولكن هناك كذلك في هذا الائتلاف الحكومي حزب التجمع الوطني للأحرار والمصنف عادة كحزب ليبرالي، وحزب الحركة الشعبية المصنف عادة كحزب من أحزاب الوسط، وحزب البي بي اس حزب التقدم والاشتراكية وهو حزب اشتراكي. فبالتالي عندنا خليط لدها صح التعبير من لكن نتفق على برنامج حكومي اتفقنا حوله وننفذه بعيدا عن أي إيديولوجيات. طبعا نحن الحمد لله اليوم في المغرب هناك تحول ديمقراطي، لدينا دستور جديد، هذا الدستور جعل أنه الذي يتولى رئاسة الحكومة هو الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، أي الحزب الذي فاز في الانتخابات. وبما أنه العدالة والتنمية هي الحزب الذي كان قد فاز في انتخابات 2011 فهو طبعا الحزب الذي يتولى الآن رئاسة الحكومة، لكنه هذا الحزب الذي يتولى رئاسة الحكومة يشكل ائتلافا من أجل يعني تكوين حكومة. ما يتعلق بمنظومة التعليم سواء التعليم في مراحل الابتدائية والثانوية أو التعليم العالي، اليوم هذا الموضوع هو موضوع دراسة على مستوى كما قلت لك المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والآن نحن بصدد تهيئ رؤية حول رؤيتنا 2030 في مجال التعليم العالي وفي مجال التعليم بجميع أسلاكه، بحيث أنه ستكون رؤية موحدة ومنظومة واحدة في مجال التعليم ولو تعاقبت الحكومات. شكرا جزيلا لك معالي الوزيرة سمية بن خلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. وصلنا إلى نهاية برنامجنا مشاهدينا، شكرا جزيلا للمتابعة، وأترككم بأمان الله، إلى اللقاء.